القانون الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 73 عاما على قرار تقسيم بلادهم، وما زال الفلسطينيون متشبثين بأرضهم، حتى بات هذا اليوم مناسبة يحييها أحرار العالم تحت شعار اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. آن الأوان أن ينتهي أطول احتلال على الأرض الفلسطينية، هذا الاحتلال الذي تسبب بهجرة أبناء شعبنا وبالقتل والتشريد والاضطهاد والاعتقال. المطلوب من المجتمع الدولي اليوم أن يدعم ويساند الشعب الفلسطيني في إعادة حقوقه وردع الجرائم الصهيونية التي ترتكب ضده. أبشع أنواع الاحتلال. ومع تعاظم المؤامرة التي تستهدف القضية الفلسطينية والهرولة العربية نحو التطبيع، يؤكد الفلسطينيون تمسكهم بثوابتهم التي باتت مهددة بفعل صفقة القرن وقرار الضم. المرحلة هي الأحرج التي تمر بها القضية أمام هرولة بعض الأطراف العربية باتجاه التطبيع مع العدو الصهيوني، أيضا صفقة القرن وملحقاتها وتداعياتها الخطرة على القضية. يأتي هذا اليوم ليدق ناقوس الخطر وليحمل كل أطراف بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه إنقاذ شعب فلسطيني. وفي هذا اليوم يذكر الفلسطينيون العالم بحجم الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق شعب بات مشردا في أصقاع الأرض لا يطالب إلا بحقه في العودة. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يحل هذا العام، ومعالم المؤامرة باتت واضحة وضوح الشمس. فصفقة القرن وقرار الضم والتطبيع تحديات فرضت واقعا جديدا. يقول الفلسطينيون إن سبيل مواجهته هو المقاومة ووحدة الصف والقرار. أحمد شلدان، غزة، الميادين.